كشفت العديد من المصادر عن رواتب النجوم في إعلانات شهر رمضان المبارك، حيث تواجد العديد من النجوم خلال تلك الإعلانات، وأبرزهم كان محمد رمضان، تامر حسني، عمرو دياب، والنجم الأمريكي فاندام الذي ظهر في إعلان أقوى كارت في مصر بجانب النجم محمد رمضان لشركة اتصالات مصر. أما شركة فودافون فقد استعانت بالنجم الكبير عمرو دياب، واحتل عمرو دياب المركز الأول من حيث الراتب، وجاء خلفه فاندام، فيما استعانت شركة أورنج بالنجم الكبير تامر حسني في الإعلان الرمضاني الخاص بها، وحصل على المرتبة الخامسة، وكانت النجمة نانسي عجرم بجانبه وحلت في المرتبة الرابعة. أصبح ظهور النجم الكبير عمرو دياب على شاشة التلفاز يتطلب راتب كبير، حيث حصل أعلى أجراً كالعادة في إعلانات رمضان 2019 بدون منازع، حيث تقاضى الهضبة من شركة فودافون أجراً 1,300,000 دولار أمريكي، أي ما يزيد عن 22 مليون جنيه مصري. وإليكم ترتيب الأجور للفنانين في إعلانات شهر رمضان. 1. عمرو دياب 1,300,000 دولار، ما يعادل 22 مليون جنيه مصري. النجم العالمي فاندام 750,000 دولار، ما يعادل 12 مليون جنيه مصري. محمد رمضان 7 مليون جنيه مصري. نانسي عجرم 6 مليون جنيه مصري. تامر حسني 3,500,000 جنيه مصري.